سيجاره. اف كمان انت في ياخد من عندك سيجاره؟ لو يا خيي ولك كل ساعه بتدق علي البيت تطلب مني سيجاره. صار لي جمعتين مستاجره هون بالبنايه، صرت اخذ منك شي 15 علبه دخان. اعوذ بالله، ولا مره اخذت منك علبه دخان، عم باخذ سيجاره. لك يا خيي ما زلك بتدخن، ليش ما بتشتري علبه؟ ولك يا اختي الدكان بعيد، فبقول لحالي ازموت عند الجاره. تفضل هاي اخر سيجاره بعطيك اياها، واذا بعد بتدق علي على الباب مش عارف شو ناطرك. سامع؟ ممنونك يا جاره. لا 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 لا، وليه وليه بقيت لك؟ وليه بدي ارتاح؟ بدي نام. طيب اعطيني سيجاره يا جاره وفوتي نامي. معصب، بدي نفخ سيجاره. خد. مرحبا يا جاره. ولك يا اهلا بالجار يا اهلا. ليك شو جبت لك؟ سيجاره الكترونيه. بالشرف، شو يعني؟ هيدي سيجاره صحيه ونظيفه، بتدخنها مثل اي سيجاره، واهم شيء بتعبيها من هالحنجور مره بالجمعه، وبتدخن قد ما بدك. ها؟ ولما يخلص الحنجور انا بعطيك غيره. ولك بداين جمعه، وانا قبلانه انك تدق علي مره كل جمعه، مش مرة كل ساعة. طيب كيف بولعها؟ هيدي هيدي شريج بتتشرج على الكهرباء مثل السليلير. ممتازة، ميرسي يا جارة. وليه؟ وليه شو في؟ شو في؟ ما في شيء ما في شيء، بس ممتازة هالسيجارة، راحت الكهرباء عندي وأنا مش عامل اشتراك، ففينا شرج يا جارة. هالسيجارة.